السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، معكم إبراهيم فؤاد وفيديو جديد على قناتي اف دي إبراهيم. جايب لكم جهاز البرم أو جهاز التاني اللي بنستخدمه في الملايات وبنستخدمه في تاني العباية والشميز وكل حاجة يا جماعة. هنجرب النهاردة وعن طريقة التركيب. طبعا الجهاز جاي معاه السنان بتاعته والدواسة بتاعته زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ مع بعض إن احنا نركب الجهاز لغاية ما نشتغل عليه. طبعا الدواسة لازم يكون عليها الرقم، نفس الرقم اللي على الجهاز. طبعا هنبدأ نقول بسم الله، ده المسمار اللي هيثبت بيه الجهاز. أول حاجة هنفك الدواسة بتاع المكنة أول حاجة، بعد كده هنفك المسمار بتاع الوش عشان هنشيل الوش، وهنرجع نفك السنان لأن الجهاز جاي معاه السنان والدواسة بتوعه. طبعا هنفك السنان كده زي ما حضراتكم شايفين، نظفنا المكنة على السريع. هنركب السنان زي ما حضراتكم شايفين أهي، دي كده السنان اللي هتكون بتاع الجهاز اللي هتمشي مع الدواسة بتاع الجهاز. الدواسة عليها رقم نفس الرقم اللي يكون على الجهاز يا جماعة، لازم نتأكد من كده عشان مقاسات الجهاز ده متاح منه مقاسات يا جماعة. طبعا هنأكد على السنان ونرجع نركب الوش تاني. الوش هو هو الوش بتاع المكنة. هنربط المسمار بتاع الوش. طبعا كل الأجهزة دي متاح منها الحمد لله، اللي محتاج يتواصل معايا طبعا الرقم ما بنزلهوش على العام، اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هتواصل معاكم. بس ادعموني بالمتابعه وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا يا جماعه عشان تفيدوا غيركم. طبعا هنبدا نثبت الجهاز هنا بقى بالمسمار اللي انا وريته لكم. طبعا الجهاز ده طبعا ميزته ان هو متحرك مش ثابت، كان في قطعه تانيه ثابته اللي تنينا بيها القميص، والفيديو موجود على قناتي سواء على الفيسبوك او على التيك توك او على اليوتيوب برضو موجود. طبعا هنربط اهو الجهاز وهنرجع بقى ايه نظبطه. حابين بقى نجيبه يمين شويه شمال شويه لغايه ما نتاكد ان هو مظبوط، ونرجع ناكد على المسمار. حابين نحركه شويه لازم نتاكد ان الجهاز مظبوط قصاد الدواسه زي ما حضراتكم شايفين كده. نبدا بقى ايه اهو متحرك، نقدر ايه كل قطعه مثلا حابين نخرج او اي حاجه مش هنفك ولا اي حاجه، هنروح شايلين الجهاز محركينه ويتحرك معانا مفيش اي مشكله زي ما حضراتكم شايفين كده. الجهاز فيه سنة أو حرف طالع كده، ده بيكون لاصق جنب الدواسة كده، بيكون الجهاز راكب صح زي ما حضراتكم شايفين. ده أفضل جهاز وأحسن جهاز موجود حاليا في مصر. طبعا اللي محتاج أي حاجة في منتجات موجودة كتير على قناتي على التيك توك وعلى صفحتي إبراهيم فؤاد مصطفى. ادعموني بالمتابعة على المنصات بتاعتي عشان تشوفوا كل ما جديد. إن شاء الله هيكون في كورس تعليمي برضه بإذن الله، بس لما يكون في دعم ان شاء الله هنزل الكورس كامل على قائمة التشغيل، هكون كورس تعليم الخياطة من الصفر بإذن الله. هنجرب زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله شغال مفيهوش الهوا، نقدر نشتغل بقى بيه في قميص، في بنطلون، في عباية، في جميز، في ملايات، في طرح، في أي حاجة موجود منه مقاسات. شوف المقاس اللي انت محتاجه واطلبه.